توجد قوات أمنية، حماية، موظفين من موظفي مجلس النواب، يعني جنود، قوات حماية، شيء من هالقبيل، قوات أمنية ماكو؟ اللواء 56 المسؤول على حماية المنطقة الخضراء موجود، وأيضا هو ذاته مسؤول على حماية مجلس النواب بفرقة خاصة لحماية المجلس، قوات أمنية بالتالي بهذا الصدد موجودة عند بوابات مجلس النواب، لكن أيضا هنالك انتشار لأفراد من اللجنة التنظيمية لهذه الاعتصامات يقوم بتفتيش كل عنصر يدخل إلى بناية المجلس من الأبواب الداخلية وإلى الباحة الخارجية من الأبواب الرئيسية، بالتالي هنالك أكثر من فلتر تفتيش سواء كانت في الباب الرئيسية للدخول، دخول العشائر العراقية والمتظاهرين، أو من يود الدخول إلى مبنى البرلمان فسيتم تفتيشه لفلترين أو ثلاثة، الحقائب تفتش حتى من يضع قبعة على رأسه يقلعها قبل الدخول إلى بناية المجلس حفاظا على أرواح المعتصمين. طيب محمد، هل من المتوقع حتى لا يكون هنالك مع تجدد التظاهرات كما تشاهدون من خلفي مباشرة هنالك بيارق للعشائر العراقية؟ نعم، يعني مع تجدد التظاهرات هل من المتوقع أيضا ازدياد أعداد المتظاهرين في البرلمان وخارجه أيضا؟ أعداد المتظاهرين إن تحدثنا عن مجلس النواب العراقي فاليوم لربما شهدت حضور أكبر حتى من الحضور الذي شهده مجلس النواب في اليوم الأول حين الدخول الأول لهذه البناية، أعني قبل ثلاثة أيام في الزحف الأول لمبنى البرلمان. اليوم العدد تضاعف أكثر من الدخول الأول واليوم الثاني، ونحن في اليوم الثالث. عشائر عراقية كثيرة تضامنت مع هذه التظاهر، خصوصا بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر نشاهد بيارق العشائر، كل علم من هذه الأعلام يمثل بيرق لعشيرة واحدة، فأشاهد عشرات البيارق، عشرات الرايات. طب محمد، مصور أدر الكاميرا قليلا. نعم. كثير من العشائر دخلت إلى هنا مبنى البرلمان.